الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير مرونة الطلب الداخلية Income Elasticity Demand، وهو من موضوعات الاقتصاد الجزئي، مبادئ ونظرية متقدمة في بعض الأحيان، مهم جدا ففهمه على مستوى الأساسيات ضروري حتى نفهم المواد المتقدمة بإذن الله، وعلى بركة الله نبدأ. أن يوظف الاقتصاديون مفهوم مرونة الطلب الداخلية، هكذا ترجمتها باللغة العربية Income Elasticity Demand، في دراسة أثر تغير الدخل على التغير في الطلب. لاحظوا أثر تغير الدخل، عندما يتغير الدخل هنا أثر ذلك على التغير في الطلب على السلع المختلفة، خاصة السلع الاستهلاكية، الطعام والشراب والسلع المنزلية والسكن والإنفاق على الخدمات الصحية والاتصالات والنقل وما شابه كل ذلك. تصنف السلع من الأنواع المذكورة نسبة إلى الدخل، الآن كما كأن نقول يعني ننسبها إلى الدخل، تحت تصنيفين رئيسيين أو رئيسين، تصنيف السلع بالنسبة إلى الدخل. الآن هنا هذا التصنيف الأول، هنا هو سلع عادية ثم ممتازة، المقصود بعادية نسميها normal good، normal good ثم ممتاز، لأنه ننتقل من السلع العادية العادية إلى سلع ممتازة يرغبها المستهلك كلما ارتفع دخله إلى مستويات أعلى ثم أعلى. الصنف الثاني هي السلع الرديئة، سلع رديئة inferior good، هنا سلع عادية normal good and then superior good، هنا رديئة، سلع رديئة inferior good. هذه العادية ثم الممتازة من صفاتها أنه يرتفع الطلب عليها مع ارتفاع الدخل، كلما ارتفع دخل المستهلك ارتفع الطلب على السلع العادية ثم الممتازة. أما السلع الرديئة فميزتها أنه ينخفض الطلب عليها مع ارتفاع الدخل، كلما ارتفع الدخل انخفض الطلب على السلع الرديئة. منها بعض المواد الغذائية على سبيل المثال، منها بعض أشكال السفر مثلا، كان يخير الإنسان عندما يكون دخله منخفض يسافر إلى يعني مدينة صغيرة رخيصة، فندق رخيص وما شابه، عندما يرتفع الدخل لديه ارتفاع ملحوظ يذهب إلى مدن فخمة ويستأجر أو يعني ينام في نزل في فنادق فخمة غالية الثمن وما شابه. نأخذ مثال، لنفترض توافر البيانات الآتية عن مستوى الدخل للمستهلكين والطلب على سلع ما، كأن نقول سلع الآن أكس، هذا الآن الدخل هنا كان 500 أصبح 1000، وحدات القياس لا تهمنا، المهم الدخل آي هنا كان 500 أصبح 1000، الطلب على أكس كيو صب أكس هنا كان 100 وحدة خلال الفترة الزمنية التي حددناها، ممكن تكون أسبوعيا يوميا شهريا سنويا شو ما كان، انخفض الطلب من 100 إلى 45 عندما ارتفع الدخل من 500 إلى 1000. الآن تعرف مرونة الطلب الداخلية بأنها مدى استجابة الطلب على السلعة تحت الدراسة للتغير في الدخل، وذلك حسب الصيغة الرياضياتية الآتي، هذه الآن Income Elasticity Demand Epsilon I sub D تساوي التغير المئوي في الطلب على السلعة X مقسم على التغير المئوي في الدخل Percentage Change in QX مقسم على Percentage Change of I اللي هو Income. رأس ندخلنا الأرقام، هنا لاحظوا لي التغير في الطلب انخفض من 100 إلى 45، إذن الكمية الثانية 45، الكمية الأولى 100، إذن 45 ناقص 100 مقسم على متوسط هاتين القيمتين اللي هو 72.5، لاحظوا لي الإشارات ستكون سالبة. الآن كل هذا مقسم على التغير المئوي في الدخل الإنكم، 1000 ناقص 500 مقسم على المتوسط، متوسط هاتين القيمتين فيساوي 750، بعد معالجة بسيطة تساوي سالب 55 مقسم على 72.5 مضروبة في 750 مقسم على 500، الجواب النهائي هو سالب 1.1379، يعني تقريبا 1.1 سالب، طبعا سالب 1.14 تقريبا أقل من 1.14%. الآن ما معنى هذا الحكي؟ هذا الآن تفسيره أي أن ارتفاع الدخل بمقدار 10% مثلا، هنا على سبيل المثال 10% ليست رقما مقدسا،
أي رقم ممكن هذا، المهم ينضرب. فهنا أي أن ارتفاع الدخل بمقدار 10% مثلا يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلعة X بمقدار 10 ضرب قيمة المرونة هنا، وتساوي تقريبا 11.38% تقريبا. ما يعني لأنه الآن ارتفع الدخل وانخفض الطلب عليها، ما يعني بأن السلعة أكس سلعة رديئة، سلعة رديئة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة جميعا. أحبة الطلبة، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.